طيب اخر خبر قبل ما نخش على الصحافه خاص بامبابي. امبابي طبعا نجم بي اس جي واللعيب الرائع، يمكن لاول مره كان بيعلن عن رغبته في طبعا يعني الانتقال لريال مدريد او يعني بيخرج عن باريس سان جيرمان. امبابي طبعا حضراتكم عارفين يمكن هو كان اتكلم كده بيقول ان هم يعني قالوا لي يعني وصفوني باني لص واني حرامي، والموضوع مش كده خالص. ده طبعا بعض وكالات الانباء قالت ان كان باريس سان جيرمان بيعرض كذا عرض على امبابي وهو كان بيماطل طبعا في تجديد هذا التعاقد. قال الكلام ده عاري تماما من الصحه، انا باريس سان جيرمان ليه فضل عليا كبير جدا، واني عرضت او قلت لاداره باريس سان جيرمان ان انا عايز امشي. الكلام ده في يونيو اللي فات قال كده. ليه؟ قال لهم علشان قلت لاداره باريس سان جيرمان استفيدوا باكبر كم من الفلوس اللي هتجيلكوا، لان بعد يعني بعد شهر يناير هكون فري. وبالتالي هو يعني قال ان انا اعلنت دوت واعلنت وقلت لاداره بي جي ان انا عايز امشي، ولكن بعض الاخبار بتقول انه لا، هو كان او الاداره قالت ان كان يماطل شويه في عمليه التجديد، ولكن دلوقتي امبابي فري في الموسم القادم، واعتقاد الشخصي اكيد هيكون متواجد في ريال مدريد.